في الجزء دوت احنا هنتكلم عن ازاي ان احنا نديزاين حاجة اسمها سيرفو تايب 1 سيستمز. طيب ايه الفكرة هنا؟ الفكرة ان احنا زي ما قلنا قبل كده ان الجزء بتاع الستيت فيدباك كنترول احنا كده بنتعامل معاه ان احنا بنحسن الداينامكس او الترانزنس بتاعت السيستم من غير ما بنبص خالص على الجزء الخاص بالستيدي ستيت ايرور. طيب الفكرة دلوقتي ان احنا لو كان السيستم اصلا في امبيدد انتجريتور، يعني السيستم كان اصلا تايب 1، يعني المفروض ان هو اجينست ستيبي تشينج في السيت بوينت ان الستيدي ستيت ايرور بتاعه ان هو يكون ايكوال زيرو. لما ضيفنا الستيت فيدباك كنترولر لقينا ان في مشكلة بتحصل، وهي ان ممكن نلاقي ان الستيدي ستيت ايرور بتاع السيستم ما بقاش بزيرو. سبب المشكلة دي ايه؟ سبب المشكلة دي ان لو انا كان عندي سيستم ترانسفر فانكشن عادية خالص، ولنفترض ان السيستم دوت اوبن لوب كان تايب 1 وانا عملت عليه فيدباك، بس الفيدباك دوت ما كانش يونتي، ساعتها ايه اللي كان هيحصل؟ اللي كان هيحصل ببساطة ان انا لو كان عندي الاوتبوت مثلا، لو انا حاطط السيت بوينت بواحد والاوتبوت بواحد، وليتس سي ان الجين كي 1 دوت كان قيمته نص، ساعتها كنت هتضرب الاوتبوت اللي هو واحد في نص، فيطلع الناتج بتاع الايه عملية الضرب ديت نص، فيبقى السيت بوينت عندي اللي هي واحد يطرح منها نص، فيطلع ان الناتج ان في ايرور بنص، فالايرور دوت يعني هيؤثر ان هو يبقى كنترول اكشن قيمته نص، فيقعد يغير في الاوتبوت. امتى الاوتبوت هيكون بيساوي السيت بوينت، او امتى هيعتقد السمر ديت ان الاوتبوت هو عبارة عن قيمة الست بوينت؟ لو كان الاوتبوت دوت وصل الى ان هو بقى قيمته اتنين، لو الاوتبوت دوت وصل ان هو اتنين هيضرب في نص فيطلع الناتج بواحد، فيبقى واحد ناقص واحد، فيطلع هنا الايرور هنا هوت بزيرو، وبالتالي الاوتبوت يثبت عند الاتنين. السبب ايه؟ السبب ان بقى في جين في الفيدباك، او ان الاوتبوت بيتضرب في فيدباك جين ما بيتضربش في الست بوينت. حل المشكله ديت حل بسيط قوي، وهي انك تضرب السيت بوينت في نفس الجين اللي بتضرب فيه الاوتبوت. الاوتبوت بتاع لو بيتضرب في نص حط هنا جين كي 1 هنا برضو خلي قيمته بنص، ساعتها هتلاقي ان السيت بوينت لما الاوتبوت هيطلع هنا بواحد فهيتضرب في نص، فهيبقى نص ناقص نص، ففي الاخر يطلع الايرور بزيرو، ويثبت السيستم عند الفاليو الحقيقيه. ده ان كيس ان كان اصلا الاوتبوت بتاع ان كان اصلا السيستم الاوبن لوب فيه انتجريتور. فاحنا بنقول هنا نفس الفكره بالظبط، احنا كل الفكره ان احنا خدنا هنا قيم الستيتس، وده السيستم اللي هو الستيت سبيس موديل بتاعنا، او السيستم بتاعنا اللي هو حسبه الاكس. فاحنا القيم الاكس ديت بناخد منها احنا فيدباك، فبنضرب مثلا الاكس 2 في كي 2 والاكس 3 في كي 3. لو احنا حافظنا ان يكون الاوتبوت بتاعنا هو الستيت الاول، فساعتها هنلاقي عندنا مشكلة، وهي ان عندنا الاكس 1 بتضرب في جين الست بوينت ما بتضربش فيه. فاحل المشكلة دي ازاي؟ قلنا له خلاص هتيجي هنا هوت على الست بوينت تضربها في نفس الجين، فبدل ما الجين كي 1 دوت يكون في الفيدباك بتاع الاكس 1، لا ده هيكون بعد ما اعمل عملية الطرح ما بين الست بوينت وما بين الاكس 1 اقوم حاطط الجين اللي هو كي 1. هي نفس الفكرة بالظبط، بس بدل ما احط الجين هنا هوت في الفيدباك بتاع الستيتس وارجع اضرب الست بوينت في الجين كي 1، لا انا ممكن اعمل عملية الطرح وبعدين اضرب في الجين مرة واحدة بس. فبنمثل الكلام ده ازاي؟ ان الكنترول اكشن بدل ما هو عباره عن يو ماينس كي في اكس على طول، هنا الكنترول اكشن طبعا لو كان في سيت بوينت فكان برضه هيبقى فيه الجزء بتاع السيت بوينت. هنا الفكره ان بدل ما بجمع السيت بوينت اللي هي ار، بقوم جاي هنا هو بقول ان ساعتها الكنترول اكشن هو عباره عن ماينس الجين في الاكس بلس كي 1 في ار ناقص الاكس 1. زي ما قلت لك من شويه كان ممكن ان انا لو موزع الكي 1 ديت كان ساعتها هكتب الكنترول اكشن يو ان هو بيساوي بدل ما اقول ماينس 0 كي 2 كي 3، ممكن اكتبها هنا ان ديت كي 1 هنا
بس ساعتها هقوم شايل الاكس 1 اللي في الاخر، ودي هيبقى تمثيلها ساعتها في البلوك دياجرام ان انا جيت هنا هو زودت الكي 1 ده جين هنا هو هيبقى قيمته ساعتها كي 1 وهشطب من هنا، مش هيبقى هنا في كي 1 خالص، بس الار دي بدل ما هدخلها مباشره هضربها برضو في الجين اللي هو اسمه كي 1. لو مش فاكر الكلام دوت ارجع للبلوك دياجرامز بتاعت السيجنال، هتلاقي ان احنا الجين دوت بدل ما هو ده يتضرب في جين وده يتضرب في نفس الجين، كان ممكن الم الاتنين مع بعض واضرب في الجين بعد ما اكون عملت عديت على السمر بوينت. ففي الاخر ان الخلاصه هتكون هو ماينس كي اكس بلس، بدل ما بلس الار مباشره هتبقى بلس الكي 1 في الار او في الريفرنس. كويس، فيبقى اذا التعامل مع السيستم لو كان هو اصلا في انتجريتور، كل الفكره ان انا هخلي بدل ما يبقى الاوتبوت بتاعي هو كومباينيشن من الستيتس واقعد اتوه بقى اضرب السيت بوينت في انهي جين بالظبط، لا طب ما انا اخلي من البدايه اعرف ان الاوتبوت هو احد الستيتس، وبالتالي انا هبقى عارف ان الستيت دوت او الاوتبوت بقى مضروب في جين اسمه كي 1، وبالتالي انا محتاج اضرب السيت بوينت في نفس الجين اللي هو كي 1 عشان خاطر ما يبانش عندي ستيت ستيت ايرور. طيب، وده بالمناسبه ما يتعارضش خالص مع اللي احنا كنا بندرسه قبل كده عن الستيت ستيت ايرور. احنا كنا بنقول ان لو السيستم كان في انتجريتور ساعتها ما فيش ستيت ستيت ايرور. طيب ما هنا السيستم فيه انتجريتور، وهتقوم قايل لي بس ده كان في انتجريتور، وقبل ما نعمل اللعبه اللي احنا قعدنا نتكلم عنها ديت كان بيبان عندي ستيت ستيت ايرور، زي ما انت شفت مثلا في الجزء بتاع ريبورت ان السيستم هو تايب 1 وان هو بيكون فيه ستيت ستيت ايرور لو احنا ما طبقناش ما ضربناش الريفرنس في الجيم. هقول لك كلامك مظبوط، بس ما تنساش ان احنا واحنا بندرس الستيت ستيت ايرور في الكلاسيك كنترول كنا بنفترض ان السيستم الفيدباك بتاعه الجين بتاعه يونيتي فيدباك. لو ما كانش يونيتي فيدباك كان كل الحسابات بتاعتنا غلط. كويس، فاحنا هنا لان السيستم عندنا نتيجه ان احنا بن ابلاي ستيت فيدباك كنترولر، يعني الجين بتاعنا بيبقى في الفيدباك، بالتالي بنبوظ بعض القواعد اللي احنا حافظينها او مؤمنين بيها قوي في الستيت ستيت ايرور. فلازم عشان نكومبنسيت ان احنا عملنا ستيت فيدباك كنترولر ضربنا الفيدباك في جين، لازم كمان نضرب الريفرنس في نفس الجين عشان خاطر يعني القاعده بتاعت ان الستيت ستيت ايرور يكون ايكوال زيرو، طالما ان الاوبن لوب سيستم كان فيه امبيدد انتجريتور. دي ده اكزامبل، اكزامبل دوت جاي من الريفرنس بتاعه جاتا، ومدي لك رقم المسألة، مدي لك سيستم اي ماتريكس، ومدي لك بي، ومدي لك سي، وطالب منك انك تديزاين سيرفو تايب 1 ستيت فيدباك كنترولر بحيث ان البولز بتاعت السيستم تكون في او الكلوز لوب بولز بتاعت السيستم تكون في الاماكن ديت. طيب هعمل ايه؟ احنا اول حاجة هنروح نتعامل مع السيستم دوت. فاول حاجة هنعمل عليها تشيك هو ان السيستم كومبليتلي كنترولابل، اطمنا ان هو كومبليتلي كنترولابل، وبالتالي احنا ممكن نشتغل على طول. واحنا جبنا الاولد كاركترستيك ايكويشن، واحنا بنجيب الاولد كاركترستيك ايكويشن لاحظنا ان السيستم اصلا فيه انتجريتور، وانت بتجيب انت انا طالب منك سيرفو تايب 1، فانت عايز تبص على البولز القديمه بتاعت السيستم، هل هو السيستم اصلا فيه انتجريتور فامشي بهذا الابروتش، ولا ما فيهوش انتجريتور وبالتالي لازم اعمل حاجه ثانيه عشان احل مشكله الستيت ستيت ايرور. هو انا بجيب الاولد كاركترستيك ايكويشن بعد ما عملت الستيب الاولى ان انا حسبت الكنترولابيلتي ماتريكس، رحت جبت الاولد كاركترستيك ايكويشن فلقيت ان السيستم اصلا فيه انتجريتور، ورحت جبت الكوفيشنتس بتاعت الايه بتاعت الاولد كاركترستيك ايكويشن،
وبعدين حسبت الـ desired characteristic equation زي ما هو طالب مني، وجبت منها قيم الالفا 1 والالفا 2 والالفا 3، ورحت ابلاي كنترولر state feedback controller باستخدام الترانسفورميشن ماتريكس ميثود، وقلت ان الفا 3 ناقص اي 3، الفا 2 ناقص اي 2، والفا 1 ناقص اي 1. كويس، ما تنساش ان احنا كان في ملحوظه هنا، احنا ليه حلينا بالترانسفورميشن ماتريكس؟ لان السيستم اصلا كان في الكنترولابل كانونيكال فورم، فالسيستم في الكنترولابل كانونيكال فورم، ده معناه ان الترانسفورميشن ماتريكس هنا هتكون بايدنتيتي بيساوي واحد، وبالتالي الحزب الحل بالترانسفورميشن ماتريكس هيكون سهل قوي. فلما حسبنا الجينز لانها 255 و8، كل اللي حصل ان احنا نقلنا الجين بتاع الستيت فيدباك بتاع الستيت الاولاني اللي هو اكس 1، نقلناه الى ان هو يكون فيه ان هو يكون هنا هو في الفيد فورورد بعد ما نطرح من الريفرنس. كويس، في ملحوظه تانية، وهي ان انت هنا كان هو مديلك السي ماتريكس اصلا، ان السيستم ديفايند فيه ان الاوتبوت هو عباره عن الستيت الاولاني. الكلام ده كله كان لو السيستم اصلا في انتجريتور. طب ماذا لو كان السيستم اصلا ما فيهوش انتجريتور؟ السيستم لو ما فيهوش انتجريتور، ده معناه ان الكنترولر بتاعي لازم يكون فيه انتجريتور. طيب نضيف الانتجريتور فين؟ كانت الفكره ان احنا ممكن نضيف الانتجريتور بعد ان احنا نضيف لوب جديده، ديت اللوب بتاعت الماينس كي في الاكس اللي بتحل مشاكل الداينامكس، هي الجزء ده. كويس، ده السيستم الاصلي، ده تمثيل ممكن نحاول نعملها بقلم مختلف. ده كان عباره عن تمثيل السيستم الاصلي اللي هو من اول البي لحد الماتريكس سي. ممكن نعملها مثلا باللون الازرق، فدوت كان اللون الازرق دوت هو السيستم الاصلي اللي بعد ما ضفنا له الفيدباك كنترولر اللي هو الستيت فيدباك كنترولر دوت، حسنا الترانزنت بشكل معين، بس كنا كمان عايزين نحسن الستيت ستيت ايرور، والسيستم اصلا اوبن لوب ما كانش فيه انتجريتور. طيب اعمل ايه؟ كانت الفكره هي ان احنا نزود لوب زياده، نطرح الريفرنس، نطرح منه الاوتبوت، ونقول ان السيجنال ديت سميناها ستيت جديد، عرفنا ستيت رابع في السيستم. كويس، وعملنا انتجريتور للايرور دوت. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا لما زودنا حطينا الانتجريتور دوت، ان انا بقول له ان طول ما في فرق، طول ما في ايرور ما بين الريفرنس وما بين الاوتبوت، هيبقى دايما في ايرور، وطالما في ايرور الانتجريتور دوت هيقعد يجمع، وبالتالي هيقعد يزود الكنترول اكشن، هيقعد يزود السيجنال اللي داخل هنا اهوت، او الكنترول اكشن في تيرم منه بيبقى جاي من ماينس كيف اكس، وفي تيرم تاني عباره فانكشن في الايرور بتاع الستيدي ستيت ايرور. فطول ما في ايرور هنا اهوت، طول ما الكنترول اكشن هيقعد يزيد. طيب لما اوصل ستيدي ستيت ايه اللي بيحصل؟ لما بتوصل ستيدي ستيت كل الاكس دوت بتساوي صفر، يعني انا عندي السيستم اكس دوت بيساوي اي اكس بلس بي يو. لما بتوصل انت للستيدي ستيت الاكس بيبقى ليها قيمه ثابته، صح؟ وبالتالي يبقى الاكس دوت خلاص بقت بتساوي صفر. فبما ان انا كنت معرف ديت ان الايرور دوت هو عباره عن زيتا دوت، والزيتا دوت والزيتا ديت احد الستيتس، انا هدخلها كانها احد الستيتس في السيستم، وبالتالي السيستم لما هيوصل للستيت ستيت ايرور اكيد الزيتا دوت هتساوي صفر. وبالتالي لما الزيتا دوت تساوي صفر، ده معناه ان الايرور ما بين الريفرنس وما بين الاوتبوت هيكون بصفر. فكلمه السر في ان احنا ليه عملنا الفورميشن دوت، ليه حطينا انتجريتور هنا اهوت على الايرور ما بين الريفرنس وما بين الاوتبوت، وزودنا عليه جين، الجين ده عشان نسرع، نقول الانتجريتور ده يبقى سريع يبقى بطيء، يبقى الموضوع معانا احنا اوبشن احنا اللي بنحدده. بس مع الاوبشن دوت احنا اهم حاجه ان احنا ضفنا هنا الانتجريتور ده. ليه ضفنا الانتجريتور؟ زي ما قلنا ضفنا الانتجريتور علشان خاطر
نضمن ان طول ما في ايرور يبقى الكنترول اكشن بيزيد لحد ما يحل مشكلة الايرور دوت. او ممكن تشوفها انت بصورة مختلفة، تقول خلي بالك ده احنا هندخل الزيتا دوت يبقى احد الستيتس، وطالما بقى احد الستيتس لما هوصل للستيت ستيت ايرور لازم الزيتا دوت زي ما الاكس دوت تساوي صفر، يبقى انا كده ضمنت ان يبقى الايرور ما بين الريفرنس وما بين الاوتبوت لازم هيساوي الصفر. فاحنا السيستم الاصلي بتاعنا كان اكس دوت بيساوي اي اكس بلس بي يو، وواي بتساوي سي اكس. احنا عرفنا ان الكنترول اكشن هيبقى عبارة عن ماينس كي في الاكس اللي هو الترم دوت، بلس الترم الجديد اللي هو عبارة عن كي اي في الزيتا. وما تنساش ان الزيتا ديت هي عبارة عن الانتجريشن بتاع الايرور اللي ما بين الريفرنس وما بين الاوتبوت. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اللي هيحصل ان انا هعرف سيستم جديد، السيستم الجديد دوت هدخل فيه الاكس دوت والزيتا دوت. اللي قلنا ليه بندخل الزيتا دوت؟ علشان احنا عارفين ان في الستيد ستيت الدوت عموما بتساوي صفر، لان السيستم بيثبت، وبالتالي مفيش تغير في قيم الستيت، وبالتالي ضامن ان هو هيبقى بصفر. فبما ان دوت هيبقى بصفر، فانا اصلا معرف ان الايرور دوت دخلته كواحد من الستيتس. فطالما او مش دخلته كواحد من الستيتس، دخلته ان هو ديفرنشيشن لاحد الستيتس، وبالتالي عند الستيت ستيت لازم هيساوي صفر. انا زودت ستيت جديد على السيستم، كويس، وخليت ان الديفرنشيشن بتاعه هو عباره عن الايه، عن الايرور اللي ما بين الريفرنس وما بين الاوتبوت، وبالتالي ضمنت ان ات ستيت ستيت لازم الايرور دوت هيساوي صفر. كويس، لو عملت الفورميشن دوت، دخلت التو ايكويشن، لميت الايكويشن ديت مع الايكويشن بتاعت الزيتا دوت، هتلاقي ان انت هيبقى هنا هوت عندك ماينس سي وهنا اي، وديت بقت الاي ماتريكس او الاي هات اللي هي الاي ماتريكس الجديده اللي ضمت معاها الستيت اللي هو عباره عن الايرور ما بين الريفرنس وما بين الاوتبوت، والبي ماتريكس اتغيرت. طبعا مفيش حاجه قصاد الزيتا دوت، ما هياش فانكشن في الكنترول اكشن يو ولا حاجه، وبالتالي هنا هو كان قصادها بصفر، لكنها فانكشن في الريفرنس، وبالتالي هنا في واحد مضروبه في الاف. كويس، فده شكل السيستم الجديد. فالسيستم الجديد بقى فيه ايه هات وبقى فيه بي هات، فانا بقيت بتعامل مع سيستم مختلف شويه. بقت الاي ماتريكس بتاعت هي ايه هات، والبي ماتريكس بتاعت هي البي هات. لا تغير حصل على السيستم. طيب الكنترول اكشن زي ما قلنا ان هو هيبقى عباره عن ماينس كي اكس بلس كي اي في الزيتا. جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام دوت من بلوك دياجرام، ان انا عندي هنا هوت الكنترول اكشن اللي هو يو هيبقى عباره عن ماينس كي اللي هي الكي ديت هتضرب في الاكس، وبعدين ده عدت على الماينس هيبقى ماينس كي اكس بلس زيتا اي في ال او كي اي في الزيتا، ان هو عباره عن الستيت دوت اللي هو الزيتا اللي هو عباره عن الانتجريشن بتاع الايرور هيتضرب في الجين كي اي، وهيجمع على السيجنال بتاعت الماينس كي اكس. فهو دوت الكنترول اكشن الايه الجديد بتاعي. طيب انا ممكن الكنترول اكشن دوت، بما ان انا بقى لميت الزيتا مع الاكس وعرفتهم ان هم في شكل سيستم جديد، طيب ما تكمل جميلك، وبدل ما الكنترول اكشن كده شكله يعني متشلفط شويه، نظبطه ونقول ان هو عباره عن ماينس كي هات في الفيكتور الجديد بتاع الستيتس اللي هو اكس وتحتيها الزيتا. كويس، وبالتالي يبقى الجين بتاعي اللي هو كي هات بقى عباره عن الكي اللي انا متعود عليها ماينس الكي اي. طبعا انت عارف ان الكي اي دوت هو الجين بتاع الانتجريتور اللي هو مسؤول عن الجزء بتاع الستيت ستيت ايرور هيخلص بسرعه ولا ببطء ولا ايه بالظبط. طيب خلاص، انا دلوقتي بقى عندي سيستم جديد في اي هات وبي هات، وعايز احسب له الجين كي هات. استخدم بقى، ممكن نستخدم الايه، نتشيك الكنترولابيلتي بتاعت السيستم. فعشان نتشيك الكنترولابيلتي بتاعت السيستم هنقول ان احنا عندنا ام هات اللي هي عبارة عن بي هات في اي هات بي في اي هات سكوير مضروبة في البي هات. طبعا دي بي هات وديت برضو بي هات. طيب الفكرة ان طبعا انت كده زودت السيستم، الاوردر بتاع السيستم بواحد،
وبالتالي التعامل مع الكنترولابيلتي ماتريكس هيكون اصعب شويه. فاحنا بدل ما نتعامل مع الكنترولابيلتي ماتريكس نفسها، ممكن ان احنا نسهل الموضوع على نفسنا شويه، وان احنا لو فكينا الكلام دوت، احنا عارفين ان البي هات هي عباره عن بي تحتها زيرو، وان الاي هات بي هات، الاي هات فكتها اي زيرو ماينس سي زيرو مضروبه في البي زيرو، وان الاي سكوير هات مضروبه في البي هات فكتها ان احنا نضرب الاي مرتين، ديت الاي هات وديت الاي هات نضربها في البي هات. فلما نعمل الحسبه يطلع معانا شكل الماتريكس بالشكل دوت. فاكتشفنا ان احنا ممكن ناخد منها كومن فاكتور اللي هو عباره عن اي بي ماينس سي زيرو، وان احنا لو روحنا بصينا على الترم دوت على البي بس دوت كافي بالنسبة لنا ان هو يديترماين او يحدد ان الام هات هي عبارة عن فول رانك ولا مش فول رانك. فبنقول بدل ما تتعامل مع الماتريكس الكبيرة ديت، احنا ممكن نقول ان لو السيستم لو البي ماتريكس ديت هي فول رانك، وكمان الام ماتريكس اللي هي الكنترولابيلتي ماتريكس العاديه هي فول رانك، فانا ضمنت ان انا بضرب تو ماتريسيز الاثنين فول رانك في بعض، وبالتالي ضامن ان الناتج بتاعهم هيكون برضو فول رانك اللي هو عباره عن الام هات. فممكن ان انا اعمل التشيك دوت بدل ما اعمل التشيك على الام هات مباشره، لا انا ممكن عادي اعمل تشيك على الكنترولابيلتي ماتريكس العاديه بتاعتي، واعمل تشيك على ان البي ماتريكس بتاعتي هي فول رانك، يبقى انا ضمنت ان السيستم بتاعي هيكون فول رانك. ممكن ترجعوا في الجزء دوت للريفرنس بتاع اوجاتا، الريفرنس بتاع اوجاتا اهوت هتلاقي انت عندك هنا في الجزء بتاع السيرفو تايب 1 اللي هو شابتر 10 ديزاين اوف سيرفو سيستمز، وهتلاقي فيه بقى تفاصيل اكتر شويه في الجزء الخاص بال ان انا ديزاين سيرفو تايب 1 سيستم، وهتلاقي فيه جزء برضو الخاص ب ازاي ان احنا نتشيك الكنترولابيلتي بتاعه السيستم. ممكن ابقى اسيب لكم لينك للريفرنس بتاع اوجيتا. ده اكزامبل بسيط سكند اوردر سيستم. سكند اوردر سيستم دوت كان طالب منك ان انت تديزاين ستيت فيدباك كنترولر، مع انك تحافظ على ان الستيت ستيت ايرور يكون ايكوال زيرو، وادالك الديزايرد بودز بتاعت السيستم. طبعا هنا هو تدهم لك تلاتة رغم ان السيستم سكند اوردر، لان هو عامل حسابه ان انت هتزود الاوردر بتاع السيستم. فانا جيت هنا هوت الاي ماتريكس الجديدة بقت اي هات، الاي هات هي عبارة عن الاي ماتريكس ماينس السي والكولوم الاخير بيبقى بصفار، والبي هات هي عبارة عن البي ماتريكس وبعدين بنزود ايه تحتها صفر اللي هو بتاع قصاد الستيت الجديد. وعملنا واحنا تشيك على ان الام ماتريكس او الكنترولابيلتي ماتريكس لا تساوي الصفر، وان البي كمان لا تساوي الديترمنت بتاعها لا يساوي الصفر، وبالتالي ضمنت ان السيستم هو عباره عن هيكون كومبليتلي كنترولابل. طالما السيستم كومبليتلي كنترولابل، ممكن اجي هنا هو تقوم احسب على طول الجين بتاع الكي هات على طول اللي هو عباره عن الرول الاخير للام هات انفرس في الفاي اوف اي. فانا كده رحت استخدمت اكيرمان فورملا في ان انا احسب الجين كي. عايز استخدم الكلام ده ازاي؟ يبقى انت لازم الاول تروح تحسب الايه الفاي اوف اي. الفاي اوف اي لازم تروح تبص على الديزايرد كاركترستيك ايكويشن، تجيب الديزايرد كاركترستيك ايكويشن تعوض عن كل اس بالاي ماتريكس عشان خاطر تستخدم الفاي اوف اي في انك انت تعمل الحسبة بتاعتك، وتاخد في الاخر الرو الاخير للماتريكس الناتج الماتريكس ام انفرس في الفاي اوف اي، فيطلع ان دوت هو الجين كي هات. طبعا انت حضرتك عارف ان الكي هات دوت فكته ان الجين كي اللي هو بتاع الستيت فيدباك هو اول تو اليمنتس، وان الاليمنت الاخير
ان اول تو elements دولت هم الجين كي بتاع السيستم اللي هو الستيت فيدباك، وان الاليمنت الاخير دوت هو عبارة عن ماينس كي اي، يبقى بالتالي الكي بتاعتي هي او الكي اي بتاعتي هتكون 600 مش ماينس 600. كويس، يبقى هو نفس الطريقة بالظبط اكمل فورمولا، بس كل اللي حصل ان انا بتعامل مع اي هات ومع بي هات، وعرفنا ازاي الاي هات جبناها ازاي والبي هات جبناها ازاي، عن طريق ان احنا زودنا ستيت في السيستم. الستيت دوت هو عبارة عن اسمه ايه ده، الانتجريشن بتاع الايرور ما بين الريفرنس وما بين الاوتبوت. فلما ضمينا التو ايكويشنز دولت مع بعض بتاعت الزيتا دوت مع الايكويشن العادية بتاعت السيستم اللي هي اكس دوت، طلع لنا النيو سيستم اللي هو بالشكل دوت، وهو دوت اللي احنا هنعمل عليه بعد كده. هنستخدم معاه كمان فورمولا عشان نجيب الجين كي بتاع الستيت فيدباك، ونجيب الجين بتاع الانتجريتور المسؤول عن ان يخلي السيستم الستيت ستيت ايرور بتاعه ايكوال زيرو. كويس كده. طيب في نقطة بقى مهمة جدا احنا فيها خدعة شوية، وهي ان احنا بنفترض دايما ان الستيتس بتاعت السيستم ميجرابل، او ان انا اعرف اقيس الستيتس بتاعت السيستم. لكن المشكلة ان في احيان كتير قوي ان انا ما بيبقاش لي اكسس على الستيتس، لان في احيان كتير انا قلت لك قبل كده ان الستيتس مش شرط يكون ليها فيزيكال مينينج، وبالتالي مين قال انك قادر على انك تميجر الستيتس؟ طب لو انا مش عارف اميجر الستيتس، هل ده معناه ان انا مش هعرف استفيد من دراستي للستيت سبيس مودلز، وان انا بعرف ديزاين ستيت فيدباك كنترولر؟ لا، في وسائل ان احنا نستيميت قيم الستيتس، وهي اللي احنا بنسميها observer design، ودي هنتكلم عنها في الجزء القادم ان شاء الله.